نختصر مهام القسم في يعني لفتة سريعة. أول شيء يتلقى الرسائل من دول مجلس التعاون دول الخليج العربي. الرسائل تنقسم على ثلاث أقسام: رسائل أشخاص مطلوبين، رسائل عن استفسارات، رسائل حنا نبعثها لهم عن أشخاص مطلوبين لدولة الكويت. تم التعامل معهم وفق منظومة الشيخ زايد للاتصالات، طبعا عبارة عن شبكة اتصالات خاصة بالدول العربية، ونتعامل مع دول الخليج عبر المنظومة هذه أو منظومة الاي 24/7 خاصة بالإنتربول. تلقي الرسائل من الدول المجلس فيما يخص المطلوبين، وفيما يخص بعض الاستفسارات، بعض الاجتماعات، فيما يخص بعض الأشخاص الكويتيين اللي مثلا تحدث لهم مشاكل خارج دول المجلس، أو تحدث لهم مثل أو تكون يعني مطلوبين للدول نفسهم. مثلا شخص كويتي مطلوب لدولة الإمارات وتم ضبطه في الإمارات، احنا بدورنا نستفسر عن الشخص هذا وعن جرمه، واذا كان له سوابق او لنا موجود او له سوابق في صحيفه جنائيه بالكويت.